I can't wait till I grow up. I have the right to be happy, to be kept safe, to be kept warm, to feel loved, to be listened to be heard, to never, ever, ever cower or tremble or shake, or have my innocence punched or kicked or sprained away. I'll fight for the rights of children like me, who don't have a childhood. I can't wait until I grow up. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدين الأعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رصد حوالي 304 وقائع عنف وانتهاك لحقوق الطفل خلال شهر مايو الماضي. الحقيقة دي مش نسبة قليلة خالص، يعني في شهر ده اللي يحصل ده صعب جدا جدا، وللأسف إن في كل الأعمار. يعني العنف ضد الأطفال في مصر نسبته عالية جدا جدا جدا. زي ما أنا ذكرت قبل كده، العنف مش بس عنف جسدي، لا ده عنف معنوي، ده إهمال، ده عنف جنسي، ده عنف بطرق كتير وبأشكال كتير قوي. إزاي نواجه العنف ده؟ إزاي أقدر أن أنا أقول أنا كتربوية، أنا كأم، كأب، أنا كمدرس، أنا كصاحب في المدرسة أن أنا ما استخدمش العنف ضد الأطفال؟ لأن الحقيقة أن نتائجه صعبة جدا، صعبة جدا على نفسية الطفل وعلى مستقبل الطفل، لأنه في الأول في الآخر برضه هو هيضرب مراته، هيضرب صحابه، هيضرب اخواته، وهو نفسيا مش هيبقى كويس. ازاي بقى احارب الموضوع ده؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو، دكتور عبد الناصر علاء، استشاري العلاقات الاسريه. مساء النور يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ مساء النور المشاهدين، كله تمام الحمد لله. العنف ضد الاطفال، الحقيقه احنا في مصر انا براعي طبعا نفسيه كل ام انها بيكون طلعان عينها هي والاب، بيكونوا بيشتغلوا من الصبح لغايه بالليل، الولد ما بيسمعش الكلام، الحاجات دي كلها. اللي بيحصل انها الولد ما بيسمعش الكلام او البنت ما بتسمعش الكلام تروح مد ايديها. جميل. ما مدى خطوره مد الايدين على الاطفال؟ بدايه تعالي نعرف المقصود بالعنف. المقصود بالعنف لغه ان ايقاع الاذى بالشخص، سواء الايذاء دوت ايذاء جسدي او ايذاء نفسي. الشكلين ابعادهم النفسيه ومترتباتهم النفسيه خطيره جدا، وخصوصا على الاولاد او على الاطفال. ممكن تكون في اسباب يحاول الاب والام تبريرها علشان هم بيضربوا ابنهم، او علشان هم بيقصدوا العنف معاه، ان الولد ما بيذاكرش، ان الولد عنيد، ان الولد ما بيشوفش دروسه، ان الولد كتير المشاغبه والتنطيط، كتير الحركه، علشان كده احنا بنحاول نضربه علشان نعدل من سلوكه. انت كده ما بتعدلش سلوكه، انت كده بتزيد سلوكه سوءا، بتاثر عليه بشكل سيء. ده بعد. البعد الاخر تاثير العنف نفسه على الولد او على الطفل، سواء كان ولد او بنت، هو تغيير هويته النفسية. بمعنى بدل ما يبقى مستقر نفسيا طالع في بيئة سوية صحيحة، لا، يطلع شايف ان اسلوب العنف واسلوب مد الايد هو الاسلوب النموذجي في التعامل مع الاخرين. ليه؟ لان النموذجين الاب والام الذي انا كطفل اقتدي بهم هم اخدين السلوك دوت اسلوب في التعامل، اذا انا هاخده اسلوب في التعامل، وبالتالي بتكثر المشدات وبتكثر المشاحنات والضرب في الأطفال في عمر من 5 سنين إلى حد 11 سنة أو 12 سنة. والمشكلة إن الضرب بياخد مراحل متطورة. بمعنى ممكن يبقى في الأول ضرب بسيط، وبعدين ممكن يبقى ضرب ممكن يبقى يؤدي إلى جرح بسيط، ثم يصل إلى إعاقة وعاهة مستديمة. طب ليه يا ولد أنت عملت كده؟ انت ازاي تعمل كده؟ يقول لك انا ما قصدتش، ما خدتش بالي. هو بالفعل ما قصدش ان هو يضرب، لكن هو قصد انه يعبر على ان ده الاسلوب اللي انا اتربيت بيه. بس انا اقول لك ان كتير قوي من الاباء والامهات بيكونوا بيضربوا، وبعد ما بيضربوا الولاد بيقعدوا يعيطوا جنبهم. يعني فاهم قصدي ايه؟ برضه هم مش حاسين ان يعني هم عاوزين يعبروا عن الموضوع حصل بالضرب، بس بعد كده بيحسوا انه بس انا ما كنتش عايزه اذيه. هو انا بس عايز اختلف معاك اختلاف بسيط، ان مش الاب والام هم اللي بيقعدوا جنب الولد ويبكوا، هي في الغالب بتبقى الام. قلبها يعني أكلها. قلبها تعبها علشان الولد، وبعدين الولد بكى قدامها، فتيجي تقول لك هو مش ذنبه ده عيل صغير. طب ما هو انت اللي من البدايه اخذتي قرار انك تضربيه. صح.
انت اللي من البدايه تصورتي ان الضرب هو علاج، ما تصورتيش انه ان الضرب هو نتيجه لكل فكره انت متصوراها والفكره دي خطا. يعني انت اخده فكره ان الضرب هو الطريق الصحيح، فكرتك انت اللي غلط، وبالتالي اخذتي السلوك الغلط اللي هو سلوك الضرب. طيب هنقف عند النقطه دي عشان معانا استاذه ايمان على التليفون. يا ايمان مساء الخير. الو، انا اسفه، يا ريت ترجعي تتصلي بينا مره تانية. طيب دلوقتي عشان نختصر الموضوع للمشاهدين اكتر. جميل. الام عودت الولد انها لما ما يسمعش الكلام تضربه. هي تعمل ايه عشان توقف الاسلوب ده؟ وتبتدي ازاي يعني تغير طريقه، مش هقول عقابها لان عقابها دي صعبه قوي، طريقه تعاملها مع الطفل، ما يبقاش اسلوبها هو الضرب عشان ينفذ لها اي حاجه. جميل. نبتدي بالام او بالاب؟ تمام. الاول علشان نغير ونعدل اي سلوك عند الام والاب، يبقى لازم الاول نغير فكرتهم عن السلوك ده. لازم الام والاب يعرفوا ان السلوك اللي صادر منهم ناتج عن فكره خطا، وهو ان العقاب او ان الضرب وسيله للتربيه، او ان العقاب هو وسيله لتهذيب السلوك، هذا خطا، دي فكره. يبقى حضرتك لازم تعدلها كولي امر، كاب او ام. غيرنا الفكره، نيجي في المرحله الثانيه وهي توطيد العلاقة أو تحسينها ما بين الأم والأب وابنهم. ببساطة إزاي نوطدها وإزاي يبقى في انسجام ما بين الأم والأب بعد ما غيرنا الفكرة في المرحلة الأولى، وعشم كمان. وعشم. جميل. إزاي نحاول إن إحنا نوطد العلاقة ما بينهم، يبقى في مشاركة أكتر. يعني أنا عودت ابني إن في خلال السنتين اللي فاتوا دول بضربه بشكل مستمر قوي وكنت قاسي جدا معاه. جميل. قرر انك تاخد كمان سنه او كمان سنتين تبقى علاقتك بيه طيبه، على الاقل اقعد معاه كل يوم نص ساعه 30 دقيقه، مش هياخدوا مش هتعطل السيستم بتاعك قوي. مش هتعطل السيستم بتاعك، نص ساعه بس. ال حضرتك الجلاس او المج اللي قدامك دوت بعد ما يفضى حضرتك بتمليه تاني علشان تشربي منه. نفسيه الولد بعد ما تبقى فاضيه تجاه الام والاب بنملاها، بس بدل ما نملاها بإحساس قهر من أبويا، ظلم من أمي، لا، أنا بملاها عطف، محبة، حنية، طبطبة. أنا بملاها كده، أنا كأب أو أم أنا أقدر أعمل ده. زي ما قدرت أن أنا أمدي إيدي على أبني وأضربه، أنا كمان أقدر أن أنا أحضنه، أطبطب عليه، أسمعه، أدخل معه في نقاش، اساله عن رايه في مباراه الاهلي والزمالك، واساله عن مباراه مثلا ريال مدريد وبرشلونه، انت بتشجع اي فريق وليه بتشجعه. اخد ابني لمده 10 دقايق واتمشى انا وهو، سواء انا اب او ام. بالوسيلتين دول، الوسيله الاولى او المرحله الاولى هي تغيير الفكره عند الام والاب، الثاني وهو ملء مساحه الفراغ او الفجوه اللي حصلت ما بين الام والاب بالمشاركه. المشاركة اللي هي مدتها لا تتجاوز 30 دقيقة في اليوم، بنعيد تأهيل نفسية الولد مرة تانية. أرجع بس أفكر مشاهدينا، لو أي حد حابب إن هو يسألنا أي سؤال أو يسأل الدكتور أي سؤال، يا ريت يتصل بينا على الأرقام اللي موجودة حالا على الشاشة أو يبعت لنا على رقم الأس أم أس. من كتر ما أنا بتكلم مع آباء وأمهات يا دكتور، دايما بسمع كلمة أنا ما بشوفش قدامي. يعني انا ما ببقاش عاوز اضرب بس ما بشوفش قدامي، بيعصبني لدرجه ان انا بحس ان انا يعني كل اللي انا شايفاه ان انا عاوزه امسكه اكله. اقدر الست تقدر تعمل ايه؟ يعني الراجل يقدر يعمل ايه؟ هل يدخل بقى يفتح ميه ساقعه على دماغه عشان ينسى الفكره دي، ولا يعمل ايه؟ هقول لحضرتك، في رمضان المسلمين بيصوموا، احنا كمسلمين جميعا بنصوم، وبنحس بجوع شديد قوي 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 قبل المغرب، يمكن بحوالي نص ساعه او ساعه، وبنشوف الميه الساقعه اللي هي أكتر شكلها فظيع وبيبقى الجو حر جدا وبتبقى قدامنا، ورغبتك في الشرب او رغبتك في سد رغبه العطش بتبقى قويه قوي، لكن بتمنع ايدك. ده انفعال الرغبه. الرغبه في الشرب. الاب والام عندهم انفعال الرغبه في الضرب. برافو عليكي. لكن يقدر يمنع ايده زي ما بالظبط انا اقدر، وانا صايم وبشوف المايه الساقعه اللي متلجه وعيني تيجي عليها، بس اسيبها والفت وشي الناحيه الثانيه، اسيبها واديها ظهري. ممكن اسيب الولد اللي انا دلوقتي شايفه انا عايز
ما عنديش اي حاجه في الدنيا غير ان انا عاوزه بس اضربه او اخده وارميه من البلكونه عشان اخلص منه. ممكن اسيبه لمده دقيقتين بس، يعني الف وشي عنه لمده دقيقتين يبعد عن مجال رؤيتي. انا اقدر اخد القرار ده انا كاب او ام. طيب حضرتك في الدقيقتين دول يا فندم نفسيتي هتتغير تجاهه؟ الرغبه اللي جوايا بان انا عايز انتقم من الولد ده او اضرب الولد دوت هتتغير؟ تقل. ما توصلكيش انك تمدي ايدك، ولو مديتي ايدك ما تاذيهوش. ممكن تمدي ايدك كده بس تفرق انك لو مديتي ايدك كده بشكل جامد طبعا. وبالتالي المساله بيتحكم فيها الاب والام. يعني ده تمرين لغايه تمرين. ما بطل مظبوط امدي ايدي خالص، زي بالظبط ما حضرتك او كلنا معظمنا بنمرن وبنهذب نفسنا على الصيام في التحمل والصبر. يعني انت مفيش اكتر من نفسك عزيز عليك انك عايز تشربها، هي عطشانه نفسك عزيزه قوي عليك، برضو نفسك دي اللي بتقول لك اضربه لازم تعاقبه وانت مش قادر تتملك نفسك. لا تقدر تتملك نفسك. تقدر تتملك نفسك. انا مره كنت قاعده بتكلم مع ام وكنا قاعدين في مكان، وقالت طب انا اعمل ايه دلوقتي يا رنا؟ انا دلوقتي ضربت ولادي وعودتهم على الضرب، مش هيسمعوا كلامي تاني. حضرتك قلت العشم والمحبه والحاجات دي مهمه جدا، بس الاوحش من كده هل اقدر افضي عقليه الطفل من كميه الصور المش كويسه اللي انا مليتها اصلا بيه؟ يعني فكره ان انا اضربه ان هو شاف منظر وشاف التعويره وشاف ان هو بقى بيخاف مني اول ما يعمل اي موقف ويجري ويستخبى، اقدر يعني امسح ده من عقليته ولا ما ينفعش؟ ينفع. في بعض الناس اللي بيمروا بمشاكل وازمات نفسيه سواء كانوا مراهقين او كبار، بيمروا بمشاكل نفسيه وحوادث صعبه جدا بتؤدي الى اصابتهم بمزاج سيء او حاله قلق، دول بيتم تصنيفهم او تشخيصهم ان هم حالات اضطراب ما بعد صدمه او البي تي اس دي. الحالات دي ببساطه قوي بتكون اتعرض لصدمه كبيره قوي، اتعرض لحادث قوي 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 وبعدين نجا منه، ولكن مش قادر ينسى الذكريات ولا الصور اللي مرتبطة بهذه الحادثة. بالظبط. الناس دول بيتم علاجهم وتأهيلهم مرة تانية، وبالتالي بتصبح الصور اللي في عقولهم واللي مرسخة ومثبتة أشياء لا تؤثر عليهم، ولكن أشياء بيتم تذكرها بشكل بسيط أو بيتم تذكرها أو تداولها في عقولهم بشكل بسيط. نقدر برضو نعمل مع الولد دوت كده، نقدر نغير الصورة بس بصورة أخرى، نقدر نغير بدل نحط ده بدل ده. مظبوط. بس ما نسيبهاش فاضيه يعني. لا ما ينفعش، لان اوريدي هو في صوره، في مساحه من عقله انشغلت، فلا بد ان انا اشغل نفس هذه المساحه بس بشيء ايجابي. هل بتعتمد على سن معين؟ يعني قبل سن 7 سنين مش هيتاثر ولا ملهاش دعوه بالسن؟ لا، في معظم الدراسات قالت ان الذكريات اللي بتتثبت عند الأطفال بشكل كبير جدا وصعب تغييرها أو صعب محوها هي المرحلة العمرية ما بين 4 سنين إلى 6 سنين، السنتين دول بس. ما بعد 6 سنين لا، بيتم تغيير بعض الأفكار وبعض المعتقدات عند الأطفال، لأن عملياته العقلية والإدراكية بدأت تتطور وتتعدل. يعني ينفع تغيير الأفكار بعد 6 سنين؟ مظبوط. ولا من 4 لـ 6 خلاص؟ لا، 4 لـ 6 بيتثبت فيهم المعتقد، بيتثبت فيهم. طب انا عايز اغيره بعد سن 6 سنين. فهماني؟ يعني من 4 سنين لـ 6 سنين لازم اخد بالي كويس قوي من ايه هو المعتقد اللي مزبوط. انا بس اقدر يتغير بعد سن 6 سنين. يتغير بعد سن 6 سنين بعد دخول الولد المدرسه. ما هو ليه احنا بنحدد سن 6 سنين دخول الولد المدرسه؟ علشان ملكاته العقليه والمنظومه المعرفيه اللي هي خاصه بالانتباه والتذكر والتخيل والاستنتاج والتفسير، كل العمليات العقليه دي بتتشكل وتثبت وتتطور من اول 6 سنين. يعني كل الامهات تبتدي تاخد بالها جدا من قبل 6 سنين تبدا يعني. بس كل اللي تعمله ان هي تحضن عيالها بس قبل سن 6 سنين، وتقول كلام كويس، وتقول بس كلام ده كويس، ده مهم قوي. وتلاعب العيال وتخرجهم وتحسسهم بانهم ليهم راي، بس تعمل كده. في احد الامهات تقول لي انا ابني شقي جدا جدا، بيبهدل البيت خالص، مش عارف اعمل فيه، ومفيش مره غير لما يحرجني مع الضيوف. ابنك عنده كام سنه يا فندم؟ تقول لي عنده 5 سنين. اقول لها طيب ده مأذيكي في شيء؟ تقول لي ما بيقعدش، يعني ما بيبطلش تنطيط. هو وظيفته كالطفل ان هو يتنطط، ده طبيعي، ده طبيعي جدا. الله ينور عليكي. اول سؤال قلت لها وانتي صغيره زمان
كنت شقيه؟ كنت بتنططي؟ بتقولي اه. كنت بتنطط جدا طبعا. طيب ابوكي وامك كانوا بيضربوكي؟ تقولي لا، انا ابويا كان مدلعني جدا. هي امي بس اللي كانت شديده عليا، بس ابويا كان مدلعني. طيب كويس. لو رجع بيك الوقت تاني زمان، تتمني ان انت يبقى في نفس الحيويه ونفس النشاط ولا لا؟ تقولي طبعا اكيد. قلت لها الشقاوه اللي فيها ابنك او الحركه اللي فيها ابنك ده ذكاء. الطفل الحركي ذكي. طب هنقف عند الطفل الحركي ذكي دي عشان معانا استاذ مروان على التليفون. اوكي يا استاذ مروان، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. الحمد لله تمام بخير. الحمد لله الحمد لله. اتفضل الدكتور معاك. والله انت بتكلموا النهارده يعني عن موضوع يعني انتشر في المجتمع المصري، ويعني مش العنف الاسري بس، يعني عنف بوجع عام، يعني العنف بيتقسم لاقسام. احنا سامعينك كويس يعني يا استاذ مروان، ممكن بعد اذنك بس تعلي صوتك شويه. بالنسبه للعنف حضرتك، يعني العنف ده اوله قسوه، يعني العنيف ما يعني ما بداش عنيف كده، كان الاول بقى قاسي وبقى بعد كده بقى عنيف، ويعني دايما العنف بيرجع لظروف اجتماعيه، وكمان بتبقى يعني ظروف كمان وراثيه كمان. يعني بتلاقي الاب النهارده بيلاقي يعني اسهل الحلول واسرعها بالنسبه له العنف والضرب. هو ده اللي هيقود ايه؟ هيقود ابنه للطاعه. لو اللي هو يعني هيسبب للطفل حضرتك اللي بيتعرض لعنف، هيسبب له حضرتك اضطرابات نفسيه كثيره، ويعني وكوابيس واكتئاب. طبعا هيطلعه شخص غير غير سوي. طبعا. وبرضه ممكن من يعني من اسباب انتشار العنف في مجتمعنا هنا يا حضرتك ظاهره المخدرات، العشوائيات، والجهل، الزواج اللي غير متكافئ. برضه يعني دي حاجات برضه من بتسبب للعنف عموما يعني بانواعه. يعني احنا النهارده بنسمعه، يعني حضرتك الواحد بيشوف النهارده مصايب كتير، بيسمع اب بيقتل ابنه، ابن بيقتل ابوه، ام بتقتل جوزها، ام بتقتل اولادها، يعني كل ده حضرتك يعني تحت يعني طبعا تحت بند العنف نتائج العنف اكيد طبعا. انا استاذ مروان انا بشكرك طبعا جدا على تليفونك، وانا اسف قطع كلامك، بس فعلا احنا سامعين الكلام بالعافيه، بس انا فهمت حضرتك بتتكلم عن ايه. هو بيتكلم عن عواقب عن تأثير العنف ونتائجه. هو اتكلم في نقطتين مهمين جدا، قال ان بينتج عن ده القلق والاكتئاب وتفشي السلوك الغير الإجرامي اخلاقي كمان. الغير اخلاقي اللي موجود حتى في مجتمعنا دلوقتي. وقال حاجه جميله دلوقتي، قال انتشار المخدرات نتيجه العنف. المخدرات ليه تنتشر؟ بتنتشر لان اولا المفهوم الاخلاقي القيمي عند الناس مش موجود، بعض الناس انا لا اعمل. ثانيا ليه المخدرات بتنتشر والناس بتقبل عليها والشباب بيقبل عليها؟ عشان ينسوا اللي هم فيه. لا مش بس الواقع. كده مش بس كده. لان في مخيله الشباب ان انا بلجأ للمخدرات الوسيله التي اشعر فيها بالسيطره، منطق القوه. منطق القوه هي اللي بتخليني اعرف اتعامل مع الناس واخد حقي بالعافيه. اوكي جميل. الولد ده او الشاب ده ابوه وامه زمان كانوا بيضربوه ضرب شديد قوي وبعنف. كل اناء او كل اناء ينضح بما فيه، بمعنى السوي الراقي صاحب المبادئ والقيم طالع من بيت كده. الام والاب كان دايما بيتناقشوا في كل قرار في البيت. على الجانب الاخر كتير المشاكل، المشاغب اللي بيكسر اشارات المرور، دائم الحوادث، طالع من بيت. الام والاب كل واحد فيهم في جانب اخد كورنر. صح. اتنين صراخ مستمر في البيت. انت عارف يا دكتور انا اسف لقطع كلامك، بس انا بستغرب جدا لما الاقي اباء وامهات يقولوا لي انا مش عارفه الولد ده طالع ازاي كده، الولد ده طالع فالت، انت ما شفتيش نفسك انت وابوه عاملين ازاي؟ ما انت ليه بتلومي على الولد او على البنت بعد ما انت وابوه عمركم ما اتعاملتوا مع بعض بطريقه كويسه؟ مظبوط. او حتى لو مش عمركم، عمركم ما فكرتوا في العلاقه اللي ما بينكم انتوا الاثنين؟ هو ده نتاج ابنكم. مظبوط. لان هو في الاخر هو مرايه ليكم.
فانا بستغرب فعلا من الاباء والامهات اللي بيقعدوا يقولوا لي احنا مش عارفين هو طالع لمين، هو ازاي اختارت البني ادم ده، هو ازاي طلع عصبي مثلا او بلاش عصبي لانها ليها دعوه بالضغوطات النفسيه اكتر ماشي. من اي حاجه ماشي، بس شخصيته متشكله كده ازاي؟ ما هو متشكله عشان انت مش ربيتيه، هو شاف كده بلاش ربيتيه، قلت له انت شاطر وكويس وديتيه تمارين وعلمتيه وصرفت عليه احسن تعليم، بس في الاساس جوه البيت ما كانش فيه علاقه كويسه ما بينك وما بينه نهائي. ما بين ابوه مظبوط، ده حقيقي. انا في بعض الحالات اتى الي رجل كده مهذب جدا ومؤدب، فكان بيشتكي من تقلب مزاج ابنه، وان ابنه شويه مزاجه حلو شويه مزاجه سيء، فلقيت فيه خوف كبير قوي من الاب وحرص شديد قوي على مساعده ابنه. فسالت سؤال يمكن هو اعتبره انه ملوش دلاله، لكن كان ليه دلاله عندي. فقلت له انت خايف على ابنك قوي كده ليه؟ يعني الولد يعني ما فيهوش فيه حاجه خطيره، انت خايف ليه قوي على ابنك؟ رد عليا رد جميل قوي في جمله بسيطه، قال انا قرات زمان حضرتك ان اطفالنا اكبادنا تمشي على الارض. اطفالنا اكبادنا تمشي على الارض. متهيألي لو في قطعه منك ماشي على الارض اكيد اكيد هتحاسبي على كل خطوه. صح. القطعه دي ماشي عليها. صح. وتعملي الف اعتبار للقطعه دي ان هي تبقى ماشيه في التراك الصحيح، وتساعديها وتسنديها مش تضريها بافكارك انت ومعتقداتك انت وباسلوبك انت. اصل حضرتك انا شفت ابويا وامي، ما هو احنا كنا بنتضرب واحنا صغيرين وطلعنا مؤدبين. حضرتك مش زي، انت طلعت مش مظبوط، اكيد في حاجه في دماغك. مظبوط. حضرتك مش زي ابنك وحضرتك مش زي ابنك. طب ما احنا كلنا ابهاتنا ضربونا واحنا صغيرين يا فندم. انت مش زي ابنك. زمان ما كانش في سوشيال ميديا، دلوقتي في سوشيال ميديا. زمان ما كانش فيه تويتر انستجرام، ما كانش فيه الكميه الشانلز اللي احنا اللي موجوده حاليا دلوقتي. ما كانش فيه الكلام ده موجود دلوقتي. ما كانش فيه دور السينما اللي موجوده واللي بيعرض فيها مشاهد العنف بشكل غير طبيعي، واللي ابنك بيرجع البيت بيحاول ان هو يجسد الشخصيه اللي شافها. فانت اما تقول له انت شفت المشهد ده فين وتضحك عليه، انت كده بتثبت عنده ان هو الطريق ده صحيح، ان السلوك ده صحيح. انت الولد جاي فبيعمل بعض الحركات اللي شافها في الفيلم، والاب بيضحك له يبتسم، برافو حبيبي، وماما ماما تقول له برافو جميل الله عليك جميل انت جميل، خلاص تمام. يبقى هو ده السلوك الحلو، هو ده الصح، يبقى هو ده الصحيح. طيب احنا معانا استاذ محمد على التليفون. يا استاذ محمد مساء الخير. خير خير حضراتكم جميعا، الحمد لله كمان على البرنامج المحترم والهادف. أنا للأسف مش سامعة حضرتك كويس. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سامعينك كده. احنا من الأول يعني فرحانين بالبرنامج الجميل ده اللي بيعرض يعني موضوعات حداثة وبناءة. بشكرك يا فندم. والدكتور المحترم اللي بيشرح الأسس والمناهج للمجتمع المصري، يا ريت بس يكون الدولة يعني عندها خطة والاعلام عنده خطه ان هو يوضح الاسس دي اكتر ويراجعها اكتر من مره، بحيث توصل لكل اطياف المجتمع وكل اسره عندها اطفال. صح، عندك حق. بحيث يبقى في نشأة صح، وبحيث ان المجتمع كمان يبقى جنب الاسره دي يوفر لهم البيئه كلها يعني مناسبه للاطفال. طبعا. تمارس يعني الاطفال دي تمارس دورها. احنا بنحاول، احنا فعلا بنحاول يا استاذ محمد حتى من خلال عصا الابيض ان احنا دايما يعني نعرض المشاكل دي ونتكلم فيها ونلاقي حلول على قد ما نقدر. واتمنى زي ما حضرتك بتقول طبعا الدوله لازم تعمل حاجه، وزي ما دايما انا بشكر الاستاذ محمد الاول ان هو لفت نظرنا على دور الدوله. اكيد مش عبد الناصر علاء اللي هيجي يقول الدوله الدوله الدوله، بالعكس في ناس كتير قوي سبقتني واساتذه وعلماء قالوا الدوله الدوله. انا بقول الدوله وبقول الاب والام، بس الدولة بتتأسس على أساس الدولة الصغيرة اللي موجودة في البيت. جميل. يعني النهاردة لما الدولة الصغيرة اللي موجودة في البيت اللي احنا دلوقتي بنتكلم معاها تتأسس صح، هتعرف تأسس الدولة الكبيرة. مظبوط، ده أنا معاكي، أنا متفق في ده 100%%. لكن خلينا نقول إن الدولة الصغيرة دي اللي حضرتك بتقولي عليها اللي هي الأب والأم والأولاد مع بعض البيت الصغير، خلينا نقول إن هم لو بدأوا إن هم فقط يتكلموا مع بعض بدون استخدام الإيد،
وبدون استخدام اللسان بألفاظ بديئة. بس الدولة الكبيرة مش محتاجة من الدولة الصغيرة غير فقط إن هي يتعاملوا مع بعضهم فقط بكل ما هو حسن، بكل ما هو راقي، بكل ما هو أفضل، علشان الدولة الكبيرة تقدر توفر لهم واحد خدمات عامة، مرافق محترمة، نوادي كويسة، حالة اقتصادية كويسة، مظبوط. وده يأثر على المجتمع بشكل عام. أي مجتمع في العالم أسر، خلي الأسر كده شكلها كويس وخليها تتعامل مع أولادها بشكل محترم، هتلاقي الأولاد طالعين أسوياء مطلعين مستقرين، هيخدم على المجتمع الكبير. صح، تدور الدائرة بهذا الشكل. ده أكيد. وفي حاجة تانية مهمة جدا عاوزة أقولها لحضرتك أو أسألها لحضرتك، اللي هي فكرة أنا دلوقتي أنا بتعامل مع أولادي بطريقة كويسة في البيت. نعم. نفرض أن المدرس جه وتعامل مع ابني أو بنتي بطريقة مش كويسة، ضربه، استخدم أي لفظ غير أخلاقي، أهمله، لأن ده نوع من أنواع العنف. نعم. الأم تتعامل مع المدرس إزاي؟ لأن هو في الأول وفي الآخر ليه دور كبير جدا برضو في تشكيل شخصية الطفل. جميل. خليني أقول إن المدرس مش ملاك، إنسان. يعني بيغلط وبيخطئ. أنا كأم أو أنا كأب أستحمل لحد إمتى غلط المدرس؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، بس 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 في إيه؟ ده أنا بعد أول مرة يا دكتور. لا لا مش هنقول أول مرة، أروح أتكلم مع المدرس. خليني أقول أول مرة هلفت نظر. يا فندم أنا ابني جاي بيقول إن حضرتك قلت كذا في الـ في الـ في الفصل في, الف في الحصة أو في الفصل. أو ليه؟ لازم أسمع تبرير المدرس، لازم أسمع تبريره. أكيد. طيب أصل حضرتك أنا معوده ولادي على سيستم معين بالظبط، ان الالفاظ لا، والعلاقه اللي ما بينك وما بين ابني علاقه مدرس وطالب مش علاقه صحاب. اصل انا بصاحب ابنك او انا بعتبره اخويا الصغير، لا ده غير صحيح. انت ايوه نقلب الوش التاني بقى، هو ده بحبه جدا. صحيح. لا مش هتكون اخوه، ومش المفترض انك تكون اخوه ولا تلعب دور اخوه. انت المفترض انك جاي بتأدي مهمة معينة في حدود معين في وقت معين، عليك تلتزم بالخطوط العريضة بتاعتها فقط، لا تتجاوز ذلك. انك تاخد دور تاني مش دورك وبناء على الدور ده ان انا اخوه الكبير وبالتالي اشتمه، لا غير صحيح، غير مبرر. فانا اول مرة هلفت نظر المدرس واسمع منه ليه قال كده او ليه عمل كده، وبناء عليه اذا تكررت للمرة الثانية لا انا لا انصح بالتعامل مع هذا المدرس طبعا، وتغييره يبقى الافضل طبعا طبعا. بس ده اللي ممكن الام تعمله مع المدرس. بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، واتمنى يا رب يكون كلامنا كان خفيف على المشاهدين كده، وقدروا ان هم يوصلوا لهم بعض من المعلومات اللي حضرتك قلت عليها او النصايح في ان احنا دايما نحضن ولادنا وان احنا نديهم محبه وكلام كويس، ونبعد عن الضرب، وكمان نبعد عن الالفاظ اللي ملهاش اي ثلاثة لازمه واللي بتكسر قلب الولد ونفسيته. بشكرك جدا على وجودك معايا. انا بشكرك وبشكر السادة المشاهدين، وسعيد بالتواجد في القناه الكريمه والاستضافه الجميله دي. اشكرك. بشكرك جدا.